من زمنها. كرة من هناك لابن موسى يوصلها لجديات، ولكن التغطية موجودة. بشير يتفوق، تعود لقاسم يحاول يوصل الكرة، يستفيد من رمي تماس أو غربي. غربي أمام لاعبين، يامور غربي خطير عندما يامور. زيماموش سيد مرمى وسيد المنطقة، زيماموش لحد الآن. زيماموش الكرة طويلة لقاسمي. كريم غازي كرة لحشود، يحضرها لجليد، يحاول جليد المرور أمام بن موسى، يتفوق قوي بن موسى. فهم بوعزة توصل له الكرة، التغطية من بشيري والخطأ، خطأ من فهم بوعزة لدفاع المولودية. ملعوبة الكرة للمولودية، يغير الاتجاه، أحسن ما فعل، تغيير ممتاز. زادان يحاول يلعب كرة في العمق، ولكن الدفاع إلى رمي التماس لزغدان وللمولودية. يشير يصارع، محاولة من البديل، ولكن هناك خطأ. غربي يرتكب الخطأ، المسك على فرحات. يسير الاتحاد الهدف المسجل منذ الدقيقة 13. في الجانب التكتيكي اتحاد العاصمة أحسن من جانب مولودية الجزائر، خاصة لما يسترجعوا الكرة ما يضيعوهاش، يحبسوا يحتفظوا بالكرة، وهذا هو الشيء الإيجابي في كرة القدم. كودري لقاسمي أمام غضبان، راية مرفوعة، الكرة خرجت، الكرة خرجت. خرجت وفيه تغيير من جانب اتحاد العاصمة، حيكون فيه تغيير جمال. نعم. دخول لاعب بدبودة إبراهيم وخروج بوعزة، فاهم بوعزة. هنا التغيير، التغيير نعم، لاعب بن موسى اللي راح يولي يدخل وسط الميدان، يغلق الرواق الايسر، ولاعب بدبودة اللي راح يولي مدافع ايسر. هنا لاعب بن موسى اللي الامكانيات ديالو في الجانب التكتيكي، وخاصه لا ميتريس تكنيك تاعو تسمح له باش يجيب الاضافه لل